مول عيال الله، ولكن ليس لبيع السلع والمواد الغذائية، بل لدعم المحتاجين ومن ذوي الدخل المحدود وبشكل مجاني مع حلول شهر رمضان المبارك، بدعم من الميسورين والأهالي في قضاء الدغارة في محافظة الديوانية. مول عيال الله توزع فيه الكثير من الاحتياجات للعوائل المتعففة، في بالخصوص مؤخرا في فصل الشتاء يعني وزعت ما يقارب اكثر من 200 جيزر، اكثر من 600 او اكثر من 700 تدفئة، اكثر من 750 بطانية وزعت لعوائلنا المتعففة، بالإضافة للأجهزة الكهربائية، الأجهزة المنزلية، الملابس بصورة عامة. القائمون على هذا المشروع الخيري أشاروا إلى أن الجميع يعمل على دعم الحالات الإنسانية ومعالجة الحرجة منها، وبزمن قياسي بما فيها الأمراض التي تستوجب العلاج خارج البلاد. كثير من الحالات الإنسانية التي قمنا بها من خلال هذا المول، مساعدة العوائل المتعففة، أكثر العمليات الصعبة يعني اللي خارج العراق على مستوى الهند، يعني مثل عمليات في 6 دفاتر في 5 دفاتر، أكون إنسان ما عنده هذا المبلغ، بفضل الله وناسنا وهنه بالدغارة قدرنا نوصل المريض للعلاج اللي يريده. شنو الموجود اللي من إخواننا هالدغارة ما قصروا؟ الحليب الكل يعني ما خلينا شيء، هاي الوجبة الثالثة، هاي الثالثة إن شاء الله مستمرين بها. حملات تطوعية تمكنت خلال فترة وجيزة من سد احتياجات كثير من العوائل المحتاجة، لتحل محل المؤسسات الحكومية التي يتهمها الأهالي هنا بالتقصير واللامبالاة، في ظل ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. من الديوانية معتز العبودي، زاكروستيل.